السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني الكرام. كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن إحصائيات كورونا الجديدة في تركيا، الإصابات والوفيات وحالات الشفاء اليوم الجمعة 15/5/2020. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1708 حالات إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات في تركيا إلى 146,457. شفي منهم 106,133 شخصا. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة رحمهم الله، ليرتفع عدد حالات الوفيات من فيروس كورونا إلى 4055 حالة وفاة. تم تسجيل 2103 حالة شفاء ولله الحمد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الشفاء في تركيا إلى 106,133 حالة شفاء. تم إجراء 38,565 اختبار طبي خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الاختبارات الطبية في تركيا منذ اليوم الأول إلى 1,547,389. تم تسجيل 944 حالة حاليا موجودين في غرف العناية المركزة، نتمنى الشفاء العاجل لهم. ويوجد 490 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي، نتمنى الشفاء لهم إن شاء الله.